اكيد عندنا طبعا نجوم في كل الالعاب، وزي ما قلت لكم بدأنا محمد صلاح وشفنا انسي جابر وشفنا هنا جوده وشفنا كل ابطالنا ومصطفى النمر. اكيد استوقفتني لقطه مهمه للعيب النادي الاهلي في السباحه. استوقفتني اللقطه ان هي نازل صورته في كتاب ثالثه اعدادي زي ما احنا شايفين قدامنا الكتاب، نزل صورته جوه الكتاب ده وبيتكلموا عليه. ليه بيتكلموا على بطل زي علي خلف الله؟ اهو الصوره اللي تحت بيتكلموا عليه علشان يقولوا للولاد ان ابطالنا متواجدين في المحافل الدوليه، ان ابطالنا بيتعبوا واحنا كمان بنكرمهم، واحنا كمان بنكرمهم. بيقولوا لهم اتجهوا الى الرياضه لان الرياضه ده شيء مهم جدا للنشء في مصر عشان توصلوا زيه. محمد صلاح، علي خلف الله، وفريد عثمان، عندنا ابطال في كل الالعاب، ميار شريف، كل الالعاب ابطالنا في الاسكواش، نور الشربيني. الشيء المهم اللي احنا بنعلمه او بيعلموه لاولادنا في المدارس ان الرياضه شيء مهم جدا وشيء مهم، ودي ابطالنا بيتحطوا النهارده. وانا اول مره بصراحه فخور ان كل ابطالنا في الرياضه بصفه عامه يتحطوا داخل الكتب المدرسيه علشان ولادنا الصغيرين يتعلموا معنى الرياضه ويفهموها. دراسه ورياضه شيء مهم جدا جدا جدا. لكن اللي حصل في غانا وفوز ابطالنا في غانا ونجومنا في السباحه في غانا، كنا لازم يكون معانا نجمنا الكبير علي خلف الله اللي بنتكلم عليه، بس مش من غانا، من امريكا، كان ابطال السباحه عندنا، حققوا بطولات كبيره جدا في غانا وميداليات كثيره جدا. لكن معانا نجمنا حالا على السكايب، نجمنا علي خلف الله من امريكا. مساء الخير يا كابتن علي. مساء الفل يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ واهلا بكل المشجعين قناه النادي الاهلي وكل الاهلاويه. يعني انا عارف طبعا ان انت وصلت خلاص من غانا رجعت امريكا، لكن عايزين نحكي عن بطولاتك في غانا وفوزك في غانا وابطال وحققت ميداليات كثيره جدا، تفوق مصري في غانا في بطوله افريقيا اللي فاتت. ده حقيقي، ده احنا كنا في غانا لمدة حوالي 10 أيام، منتخب مصر الكبار والصغيرين كنا هناك مع بعض، قدرنا نحقق ميداليات كتير جدا. كان بطولة مش سهلة خالص مع ساوث أفريقيا ومع الجزائر ومع تونس، كانت ما كانتش يعني من أسهل البطولات اللي احنا واجهناها، بس قدرنا إن احنا نكسب العمومي رجالة وعملنا شغل كويس جدا الحمد لله. عايز أقول لك حاجة بصراحة شديدة عليك، يعني خلينا بس نتكلم، انت اول مره تطلع معايا من بعد الاولمبيات، وانتوا في الاولمبيات حسيت ان السوشيال ميديا قاسيه جدا على اللعيبه المصريه في السباحه، مع انها مش ابطال العالم، لكن انتوا كنتوا محققين انجازات كبيره جدا، وانا شخصيا كنت متواصل معاك وعارف ان كان عندك شعور مضايقك مع ان احنا فعلا مش ابطال العالم. عايز اتكلم معايا بصراحه، رايك ايه في اللي حصل وتقول للناس ايه؟ والله احنا كسباحين خصوصا واحنا في الاولمبيكس، طبعا كان في حاجات كتير اتقالت ما كانتش كويسه وما كانتش احسن حاجه، بس انا متعود وكل السباحين الكبار وكل الرياضيين عامه الكبار عارفين ان احنا مش بنركز مع الكلام اللي بيتقال عامه، احنا بنحاول ان احنا نركز على السباق بتاعتنا ونعمل اللي نقدر عليه، وفي الاخر كده كده الناس، في ناس هتتكلم وتقول كلام كويس وفي ناس هتتكلم وتقول كلام وحش، ده طبيعه الحياه وده طبيعه الرياضه عامه، بس اظن اهم حاجه للرياضيين عامه ان هم يقدروا يركزوا في الحاجات الكويسه، يركزوا في الناس اللي فعلا بتدعمهم والناس اللي بتفضل مرآهم حتى لما بيعملوا نتائج مشرفه ولما يعملوا نتائج مش احسن حاجه. لا بس طبعا يعني في ناس كتير جدا قدرت تقف جنبي وجنب السباحين وجنب منتخب مصر، وطبعا بشكرهم جدا على دمهم يعني. لا برضو انا مش عايز الاجابه بالشكل ده بصراحه، ما كنزلش عليك، يعني مش الاجابه دبلوماسيه جدا، لكن هي الحقيقه اللي حصل ان حصل قسوه على السوشيال ميديا. انا عايز بس تقول للناس تاريخك، مش تاريخك السريع، المشاكل اللي ممكن تقابل سباح صغير سافر بطولات وسافر اميال كتيره جدا عشان يتاهل الاولمبياد، تعب واتصرف عليه وساب السنين كلها وساب اصحابه وساب اهله وساب 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 عشان يوصل لطموح السباح، والفرق بين سباحين امريكا اللي بيكسبوا البطولات او سباحين اليابان او سوري الصين اللي بيكسبوا بطولات العالم، الفرق كبير، لكن احنا بنحاول نجتهد بصراحه. عايزك توضح لي النقطه دي.
اكيد هو الاجتهاد يعني ده من اهم الحاجات. يعني انا مثلا لما كنا في غانا كان معانا سباحين صغيرين كتير، سباحين لسه في الهاي سكول، لسه في مصر، لسه بيحاولوا يتحسنوا في السباحه ويحاولوا يعرفوا هم عايزين يعملوا ايه بعد لما يتخرجوا من الهاي سكول، ويروحوا يا اما يسافروا بره يا اما يفضلوا في مصر. ودايما نصيحتي ليهم ان هو مهما كان المكان، لازم الواحد يجتهد ويشتغل على نفسه ويحسن من نفسه، عشان المنطقة اللي في الواحد فيها مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتأثر على النتائج بتاعته، هو كابتن علي، الدافع الداخلي. يا كابتن علي انت بتجري من السؤال، هرجعك تاني لنفس السؤال. بتقاسي عندك مشاكل، عندك صعوبات كانت بتقابلك وانت لاعب بتنتقل من مدينه لمدينه بعربيات واوتورات لوحدك عشان توصل وتحقق حلم دخول الاولمبيات. عايزك تشرح أكيد للناس سريعا جدا انت والابطال كلهم كان التعب اللي بتتعبوه ده عشان الناس تعرف الحقيقه اللي انتوا بتتعبوها علشان تقدر هذا، عشان ما ينفعش. انا شفت على السوشيال ميديا كلام كتير جدا جدا، فعايز ناس تقدر اللي بيحصل منكم كسباحين. أكيد. هو طبعا يعني الصورة الكاملة عمرها ما بتظهر على الشاشة، يعني بالظبط، مهما حصل انا بقى عايز ما فيش أي حد. عايز اطلعها. ما هي دي حاجة مهمة، حضرتك عندك حق، دي حاجة مهمة جدا، لأن اللي ممكن الناس بتشوفه على السوشيال ميديا واللي بيظهر على الأخبار والجرايد والحاجات دي كلها بيبقى زي 25 ثانية من اللي حصل في حياة السباح وحياة الرياضة. احنا من حوالي 5 سنين، من اول 2016 في ريو، واحنا عمالين بنجتهد عشان نتاهل للاولمبياد في 2020. واول لما الاولمبياد، اول لما طبعا كوفيد دخل وكان في يعني زي ما حدش عارف ايه اللي هيحصل، كلنا كسباحين كنا بنحاول نتمرن من الفتره اللي هي من شهر 3 لحد شهر 4، لان الاولمبياد ما كانش لسه اتقررت هتتاجل ولا هتلغي ولا هتعمل ايه. فحتى في وسط الشهر ده كل السباحين وكل الرياضيين حوالين العالم كانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يحاولوا يفضلوا في الفورمه بتاعتهم، ولو الامبيات لسه هتحصل يفضلوا جاهزين ليها. ففي حاجات كتير حصلت كتير جدا ورا الكواليس، ما في الناس ما شفتهاش، خصوصا ان السنه زياده بتحط على اللعيبه، ده مش حاجه سهله خالص. يعني مثلا لما كان حد، انا مثلا واحد من زمايلي كان في 2019 عمل احسن سيزون ليه، 2020 ما عرفش ان هو يتأهل للأولمبياد. يعني 2019 كان تالت على العالم، في 2020 ما تأهلش للأولمبياد. ففي حاجات كتير جدا وصعب بنعدي عليها للأسف. طبعا ده مش بيظهر ساعات على السوشيال دي ميديا، حقيقة اللي هي ما وساعات بتظهرش، ما بيبقاش في كاميرا. دي حقيقة اللي هي ما بتظهرش، بس أنا هتكلم معاك بصراحة شديدة جدا. بقول لكل الناس وبقول للناس صراحة، لو نعرف السباحين دول صعوبات ومشاكل وتعب وضغوط نفسية وضغوط عصبية وسفر من بلد لبلد ومشاكل كثيرة جدا بتواجه أهلاء السباحين خارج مصر وبيطلعوا يحققوا الإنجازات دي، لازم تقول لهم، نقول لكم ألف شكر يا كابتن علي أنت وكل نجوم مصر في السباحة، لأن أنا متابع جيد جدا ليكم وعارف مدى الحجم التقيل جدا اللي بتعرضوا له بره من صعوبات ومشاكل بتوصلوا، ولسه مستنيكم توصلوا على منصات التسويق العالميه، وان شاء الله باذن الله تكونوا على اول وتاني وتالت اولمبياد باذن الله في اللي جاي. لكن قبل ما اختم معاك لازم اسالك على حاجه مهمه جدا، دور النادي الاهلي معاك، اللي انا عارف التيشيرت النادي الاهلي دايما غالي ماشي بيه في كل حته في العالم. أكيد طبعا دور النادي الأهلي عليا كبير. أنا من وأنا عندي 6 سنين وأنا في النادي الأهلي، فابن النادي، ومهما حصل مهما رحت، يعني مهما رحت بطولات ورجعت من بطولات فدايما متابعيني ودايما بيدعموني. فطبعا أشكر مجلس الإدارة وعلى رأسهم كابتن الخطيب وكل كل مجلس الإدارة الصراحة. يعني تبقى شرف كبير جدا ان انا اكون في بطولات حوالين العالم وكل الناس عارفه مين ايه هو النادي الاهلي ومعنى النادي الاهلي، وشرف كبير جدا جدا ليا. كابتن علي نورتني وبجد بكون سعيد وانت معايا، كل امنياتي الطيبه ليك والتوفيق ليك وكل زمايلك في نجوم السباحه ابطالنا الكبار. فعلا مهم جدا ان احنا لازم ندعمهم، ندعمهم في وقت الشده وندعمهم في وقت البطولات وندعمهم في كل وقت.